هذه الطفلة قبل عام من الآن منحها الله حياة من تحت الركام، انتشلت من تحت أنقاض بيت هدمه الزلزال في سوريا، وكانت لا تزال متصلة عبر الحبل السري بأمها لتستقبل الحياة رفقة عائلة جديدة بين أطفال عمتها التي تكفلت وزوجها بتربيتها، وسموها عفراء على اسم والدتها التي قضت تحت الأنقاض. قلت لك 7 وزادت أسرتي فردي عند 8. يعني العاتق الكبير أنه مسؤولية وكذا، أنه بالمستقبل، لأنه تعرف أنت الوضع المنطقة هنا المحرة، لا في دراسة لا في شيء، وأنا بتمنى لها يعني تكبر هالبنت وتأخذ أعلى شهادة. عفراء أسرت قصتها قلوب الملايين حول العالم، ولقبت بالطفلة المعجزة، فهي الناجية الوحيدة من زلزال قتل والديها وإخوتها 4، لكنها من بين آلاف أطفال آخرين يتمهم الزلزال، كحال حمزة وياسمين، الفتى السوري فقد ساقه وجميع أهله بعد 35 ساعة قضاها تحت الأنقاض. أما الشابة الصغيرة ففقدت بصرها بعدما أتى الردم على عيونها. يعلق زلزال هو المدمر، هو يوم الفراق. يعني يا أنا هيك بوجهة نظري تاريخ 6/2 وقفت الحياة، هيك أنا بحس يعني وقفت حياة خالص. يعني كان الرديم فوق كتير وإجا على عيوني، كان ما قبل درجة ونص، هلأ صار درجتين ونص، وحطوا لهي نظارة، رحنا على الدكتور وحطوا لهي نظارة. زلزال تركيا وسوريا المدمر خلف أكثر من 60,000 ضحية ب40 ثانية فقط في كلا البلدين. الكارثة دمرت منازل أكثر من 265,000 شخص في شمال غرب سوريا، وغالبيتهم يقيمون حاليا في المخيمات ومراكز للإيواء.